طبعا في بعض الناس بتفتكرنا ان احنا عايشين في كوكب اخر، ليه يخش يقولك انتوا في ايه ولا في ايه، انتوا مش عارف ايه، الدنيا متبهدلة. على فكرة احنا واعيين وعارفين احنا بنعمل ايه، كل الفكرة ان خلاص قعدنا في البيت وده الصح اللي كان لازم يتعمل، والحمد لله لحد ما الناس بدأت تستوعب ان احنا في ده حاجة مش صغيرة، والحمد لله ان هما بدأوا يستوعبوا ويجلسوا في البيت في ديارهم. هي كل الفكرة اللي انا عايز اوصلها ان احنا بدأنا يعني عايزين نساعد بس مش عارفين ازاي. خلاص احنا قاعدين في البيت، طب هنساعد؟ هي الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها، ان احنا حتى لو هنقدر نساعد بضحكة صغيرة، ابتسام بس. يعني انا كنت لسه بتكلم مع الزوز، نفسنا نقدم اي حاجة، حاولنا نوصل الناس رسالة والحمد لله وصلت. طبعا في سلبيات وفي ايجابيات، فعادي مفيش مشكلة يعني، بس هي كل الفكرة اللي انا عايز اوصلها ان احنا بنحاول بس نوصل لو ابتسام، يعني نوصل للناس ان هم بس يضحكوا لو ابتسامة صغيرة، دي بالنسبة لنا احنا مساعدة. ممكن في ناس تفتكرها مساعدة خايبة، لا في ناس تفتكرها مساعدة زوينة. بالعكس بالعكس، لأن علي صوتك يا زوز عشان الناس تسمعك. شوف بالعكس، الناس اللي بقات كلها دايرة يديها على حنكها وبدات كتسنى هذا، راه ما غاديش يكون حل. حنا جالسين دابا في البيوت ديالنا وحنا كما كنحاولوا ما اكثر نساعدوا الناس ديال هذا. السلطات قايمه بالواجب ديالها برا وقايمين بديالهم، حنا الوحيدين اللي كاينين، وهما قال لك ما تخرجوش، حنا جالسين في البيت. ودي حاجه صح، وكان لازم تتاخد من اول ما حاجه البيت حصل. ما نبقاوش جالسين يدينا على خدنا، المهم كل واحد اش يدير. حنا نكثروا من الاذكار ديال الله، نكثروا من هذا، ونكثروا من الابتسامه. راه الاذكار بيقول لك الضحكه بتطول العمر. ماشي غير كطول، راه كتزيد في العمر. لان شحال الانسان، لان قال لك ملي كضحك راه عرفتي شحال من عضله كضحك من الجسم. راه ما تصورش عدد لا يحصن العضلات. وحنا هادشي اللي بغينا، وبغينا الناس يكونوا يجلسوا في ديورهم ويكونوا مرتاحين ويتصنتوا هذا. اما حنا هذا هو اقل ما نقدموه للناس، لان اقل. اما كون قالوا لنا حنا تعطينا السلطات نخرجوا حتى حنا ونعاونوا بيدينا وكل شيء، حنا مستعدين. ولكن هذه ابسط واقل حاجه اللي نقدر نساعدوا بها الناس، ولا ضحكوا الناس وحسيناهم براحه، راه حتى شي حاجه ما غاتصيبهمش، راه حتى شي حاجه. ويكونوا قاطين ديورهم، ماشي يقول لي خرج لبرا ويقول لي لا، يخرج بقانون اللي حداته السلطه، ما يمكنش. اما هادشي ديال هذا باش ما يبقى فيه حتى شي حد يقول لك لا الظرف ولا ما الظرف، راه الظروف كلها، راه الظروف اذا كانت كلها هكا ميت، واش كنا غادي نموتوا؟ غادي نمشيو في هذاك الاتجاه اللي خير. ولا بد خصنا باش ندوبوا هاد الثلج اللي كاين، صافي هذا اللي كاين، باش ما نخليوش الناس تقول ولا تهضر ولا هذا. نقوموا نحترموا القرارات ديال السلطه، ونحترموا سميتو، وحنا راه جالسين هنا باش نرفعوا حتى حنا شويه على نفسنا، ونرفعوا على الجميع، والله يحفظ الجميع. ان شاء الله تعدي على خير، هتعدي والله يا زوز. لا الله يحفظ الجميع، هذا هو اللي كاين، وربي كبير، راه ربي كبير. طبعا مادام نقول يا رب خلاص. لا طبعا هذا هو اللي كاين. ان شاء الله ونشوفهم على خير باذن الله. والله يسهل الامور، الله يسهل الامور. السلام عليكم. عافين بابا، اجي تشوف احمد اش كيدير. انا صدق مين؟ احمد. انا صدق يا زوز. اش كدير؟ والله يا زوز بص، انا مش زعلان على القعده، انا اقعد في البيت عادي مفيش مشكله، ما اخرجش مفيش مشكله، بس كل اللي هيجنني ان
فتحت كيسين عدس لقيت واحد 1563 وواحد 1569. خمس حبات دول راحوا فين؟ مش عارف يا زوزو، هتجنن. الحبايب الديكور هذا اش دخلك انت لهاد المتاهات ودخلك؟ واش الناس كتحسب العدد؟ انت كتنقيها ماشي كتحسبها. انت بعمل ايه؟ طب زوز الزهق يا زوز، واش انت بغيتي تدوز الوقت ديالك هذا؟ باقي ايام طويله وباقي فين تدوز هذا؟ ماشي كل ده هنعرفه بعدين، بس اهم حاجه الخمس حبايات دول راحوا فين؟ عايزين نرجع الكيس ده؟ نرجعه للراجل؟ هذا احمق هذا، يمكن تستني. دابا غنقلبو نديو كسي سبيطا ديال الحماق ولا شي حاجه. واش انت وصلت لهاد الدرجه هادي كاع؟ وصلتي ليها يعني؟ واش كاع هاد الملل وهاد الوقت اللي حتي؟ طب تعال انت عد مكاني، يمكن انا اللي غلطان. لا انا ما نعديش، واش بغيتيني نتسطاي؟ انا مشيت عديت وداكشي راه تسطيت. واش هذا ديال اسيدي غير نقي اللي ما عندك شي حاجه خارجه على هذه؟ ما انا عايز اعرف هما بيحطوا الاكياس كده. ايه واحده اهي فاضل اربعه، عايز اعرف هما بيحطوا الاكياس مظبوطه ولا في حاجه؟ لا ما كيحطوش، كيحطوها هكاك مجموعه بالبركه. غادي دير الاجتهادات ديالك انت اللي غادي غير تنقي، ما قالكش حسب. واش انت داخل المدرسه كتحسب العدد ديال التلاميذ ولا داخل طبعا اعمل ايه يا زوز؟ كتشوف شحال ديال السجناء يا زوز. يا زوز اعمل ايه يا زوز؟ اعمل ايه؟ عندك حاجه غيره طيب؟ كاين. انا شوف كون جيتي للزنزله ما عرفتش غدير فيه. السمسم دابا كون السمسم عندكم إلا فين غادي توصل؟ إلا جيتي تعدي السمسم فين غادي تخرج فين؟ لا ممكن نقعد بقى في العشاء كلنا كده بالليل مع الشاي ونقعد كلنا نعد. لا أنا ما نقدوش نديرو، حنا كنقيو كتبان حاجة خارجة على داك المجموعة كنحيدوها، ماشي كنبداو نحسبو بحبة بحبة. يا هذاك راه تسطيع. ماشي زوز. لا دابا أنت حيت ما كانش عندك هادشي، ما كانش عندك معلومات على هادشي ديال التنقية وكلشي ودخلتي ليه بهاد الطريقة هادي، راه ماشي الطريقة ديال التنقية، هادي الطريقة ديال الحماق. أنا كنت بعد يا زوز بشوف الكيس ده قد ده ولا لا. ودابا ردهم بلاصتهم. إيه؟ ردهم بلاصتهم. ردهم في بلاصتهم. واش أنتي كتزيدي لي فين؟ ردوا راه صافي ما بقاش عندك. أنا هردهم في بلاصتهم وأعدهم برضه، مش ههدى مش ههدى. أنا مش ههدى غير لما أعرف الأربع حبايات دول راحوا فين. عشان انا لسه لاقي واحده فكانوا خمسه بقوا اربعه، اعرف هم راحوا فين. انا خرجوا طول الدروب برا. شوف يمكن راه نقزوا نتشرجوا ولا مشاو كيقلبوا على خوتهم اللي باقيين في الزنقه. لا احمد الله يهديك الله يهديك. واش هذا؟ متضايق يا زوز. لا لا هذا الحماق هذا يا زوز. انا تضايقت. لا لا ما عندك ما تضايق. شوف دير هكا وقل حتى دابا انت ما كنتيش مولف هذه القضيه. دابا انت دخل شوف هذه المهنه دخلت عليك دابا جديده ودارت لك كنساعد يا زوج ودارت لك البلبله برك نعرف ايه الدنيا. سيدي غير قد راسك وغير نقي. واش داك سيدي ما تغيرش الموضوع يا زوز. مش ههدى غير لما اعرف في اربع حبايات مختفيين. لا تبعتك هكا انا غادي نتسطى. خليني انا اللي باقي عندي هاد شويه ديال العقل خليه ليا. ولا جيتي كملتي واش هذا؟ كاين شي واحد في العالم كاين ياك؟ ما جيتي مشي كوكب اخر راه حنا الكوكب ديال الارض. حتى شي واحد ما كيحسب هادشي غير انت دابا اللي كتحسب هادشي. لا ممكن تلاقي حد برضه بيعمل كده، ماسك حمص ماسك مش عارف ايه بيعد كده. غير شي مسطي اللي طار لي عقله. شي واحد طار لي عقله وشي مخ ديالو ما بقى عنده مخ ولا لا لا لا. شوف هادشي اللي قال لك ما قالولكش هما، قالولك غير نقي، ما قالولك لا حسب ولا والو. مالك مالك اخويا كتحسب هادشي لهاد الحوايج؟ مالك غادي مصدع وصدعتينا دابا راه صديتيني. يمكن غندير كتب ولاديات ما ناقصه عندي شي بنت. شوف واش هو انا دابا احمد الحبيبه الحبيبه. شوفي بعدك واش داك اللي فيكتيم ديال الاولاد هما هذوك اللي يكون ناقص شي واحد ولا يكون خرج ولا يكون خرج الزنقه داه لنا داك الفيروس. اخلي ولادي حسبي ولادي اللي يكون شي واحد داه. انت في الطريق على زوز بالطريقه. وانت بعقلك وانت دابا اللي كتقول لنا واش انت بعقلك كتقول واش حسبت شي واحد في العالم غادي يحسب داك الشيء؟ شوف داك الشيء انا غلطان يا زوز. انا لا انا غلطان يا زوز. انا بغيت نردك لطريق الصواب، اما هادشي راه تسطيع. اقول لك على حاجه، قالت لك ماما نقي ما قالتلكش حسبوا. اقول لك على حاجه، انا مش هذا غير لما اعرف فين الاربع حبات. مش هنام النهارده. لا خليك من الفكره. انتوا جايبينه من عند مين العدس ده؟ من الحانوت. منين نجيبه؟ فينه طيب؟ ما عرفتش. قافل؟ اجي بلاتي. واش هذيك ديك الخنشه اللي كان فيها العدس
واش مكتوب فيه اعداد الحبات؟ لا بس برضو يعني الاثنين شبه بعض الكيسين شبه بعض. واش بقى واش انت بغيتي تدخل لنا حوايج اخرين ما كاينينش؟ واش بغيتي لنا شي فكره اللي احمد ما تسطيناش نوض الا غتنوض نوض احمد يلا نورما يديك جمع جمع داك العدس وجمع داك الشيء تلقاك شي حاجه طيحتيها في الارض وما تنكع عليك جمع يلا شوف انا غنمشي نقلب على دوك الربعه ديال هذا منين بغيتيهم انت هما طايحين هما طايحين احمد سميتو ركن ديال المتغيبين احمد مش على ركن المتغيبين وخلي المرا التليفون ديالك يقلبوا اكيد يا زوز احمد احمد شوف أكيد. شوف هما طايحين في الارض فين طايحين تحت رجلك بتهرج لا طيحتيهم لا لا خليها نخلي مختفون غنمشي نقلب لي على مختفون دابا بس احنا ناخذ راحه انا وانت شويه كده ونعدهم تاني زوز مش هنام مش هنام اذا مشيتي عديتيهم انا غنتفرقع ولا تفرقعت غتحسب عليك روح ديالي راه طاحت لي نوض احمد صافي نوض 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 بركه من الحماق نوض احمد مش هنام برضه